باقون رغم رحيلهم، وذلك قدر العظماء حين يغادرون. هنا يحيي رفاق الشهيد الزميل محمد القدسي مصور قناة بلقيس، والناشطة الحقوقية ريهام البدر، والناشط المجتمعي أسامة سلام، ورفيقهم مؤمن سعيد الذكرى الأولى لاستشهادهم. اليوم تحل علينا الذكرى الأولى لاستشهاد شهداء الإنسانية، الشهيد ريهام البدر، والشهيد محمد القدسي، والشهيد أسامة سلام، والشهيد مؤمن سعيد الشرعبي، الذين يعني قدموا حياتهم فداء للعمل الإنساني، للعمل الحقوقي، للعمل الإعلامي، وهم يقومون بمهامهم الإنسانية المدنية الخالصة. بقصف صاروخي اختطفت الميليشيات روح القدسي محمد أثناء تغطية عرض عسكري في منطقة الخيام بريف المحافظة، لتكون واحدة من سلسلة جرائم الانقلابيين في تعز، فيما استهدف قناص ميليشياوي ريهام وأسامة سلام ومؤمن سعيد شرق المدينة، وهم يعملون على إمداد المدنيين بالمساعدات الإنسانية. كان لهم أدوار بارزة سواء على مستوى الريف الذي جسده الأستاذ محمد القدسي رحمه الله، أو في المدينة حيث جسدته الشهيدة ريهام البدر والشهيد محمد أسامة سلام والشهيد مؤمن سعيد. برحيلهم خسرت تعز وتألم أبناء هذه المحافظة، لكن نحن في الذكرى الأولى لرحيلهم واستشهادهم نؤكد أن بصماتهم لا زالت واضحة في تعز، وأعمالهم التي سلكوها في الجانب الإغاثي، في الجانب الحقوقي، في الجانب الإعلامي لا زلنا نشاهدها يوما بعد يوم، ونحن هنا نؤكد أننا في دربهم سائرون وعلى طريقهم سنمضي إن شاء الله. بشهادات زملائهم ورفاقهم يظلون حاضرين بكل أفعالهم الشهيدة على أبشع جرائم ارتكبتها الميليشيات الحوثية بحق الأرض والإنسان في تعز. يحيي أبناء تعز الذكرى الأولى لكوكبة من شهداء الإعلام والعمل المدني والحقوقي، فيما لا تزال الميليشيا تواصل حصار وقصف المدينة، وكأنها لم ولن تشبع غريزتها التوحشية من تعز. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.